الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نعيش هذه اللحظات ونسأل الله العظيم أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يثيب عنا النبي المصطفى والحبيب المجتبى خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم آمين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بظهور إمام عادل بعد أن ملئت الأرض ظلما وجورا، وأن هذا الإمام العادل سوف يلقي الله محبته في قلوب الناس. هناك من يقول في قلوب أمة محمد، وهناك من يقول بل في قلوب الناس جميعا. يعني الأخ ترامب بتاع أمريكا ده تلاقيه بس بيحبه، لأنه هو لما غلط الغلطة الكبيرة في القدس غلطها ليه؟ غلطها لأن جوز بنته يهودي وعاطينه 250 مليون دولار في الحملة الانتخابية، ومشترط عليه أنه يعمل ده في اليوم اللي دخل فيه مش عارف مين القدس، وشغلانة المنيلة دي بتاعت الأوهام. إنما لما يطلع مثل هذا الإمام هتلاقيه بيحبه. لكن ده اللي القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ويعني هو ترامب ده ما هوش من عباد الله، ما هو خلق من خلق الله، ما هو يغير الله سبحانه وتعالى قلبه، وبدل ما يكون يعني شديد على الناس وشديد على المسلمين وبعيدا عن الحق، أم ربنا ها ده ملوش دعوة بالهداية، إنما ليه دعوة وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فكان فرعون، دي نزلت في سيدنا موسى، كان فرعون إذا نظر إلى موسى أحبه، وهو يعرف أن فيه ومنه هلاك. موسى ده هو سبب الهلاك بتاعه، لدرجة أنه قد قتل أبناء بني إسرائيل خيفة هذا الإنسان. هذا الإنسان اتربى في بيته، خلاص هو عرفه وعايز يموته. قوم يجي لما يجي له بقى ويواجهه كده يبص له كده، وألقيت عليك محبة مني. مفروض فرعون ده كان جبار، بيقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقتل بالنظرة، يعني يقعد كده والحرس حواليه والحشية، فيبص كده بعينه، يعني ما يعملش راسه حتى، بص بعينه كده يعني يقتلوه، فكانوا يقتلوه. لما سيدنا موسى دخل عليه قال له ايه؟ قال له بالبلدي كده، وبعدين نقول القرآن، يا واد اختشي، ده انت ابني حبيبي. الله، فرعون بيقول له اختشي يا موسى، ده انت حبيبي. يقول له ايه؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ايه ده؟ هو ده خطاب واحد عايز يقتل واحد تاني؟ ده بيذكره بالايام الخوالي، ده بيقول له يا واد انت حبيبي وابني، ما هو القيت عليك محبه مني، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. فالراجل ده المهدي، ام ربنا هيجعل قلوب الناس سواء كانت أمة الإجابة ولا أمة الدعوة تحبه من عند الله كده. تجيبها ازاي دي بقى؟ ده عشان تصرف فيها مليارات وتنشئ فيها إعلام مش هتعرف، إنما
الله سبحانه وتعالى قادر عليها، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. واضح، واضح خالص. فالقلوب هتتغير. بعض الناس يقول لك ايه الخيال ده ازاي؟ ايوه، ما انت طب مطلع ربنا من المنظومه. ربنا لو دخل في المنظومه واصبحتم عبادا له، قوم ربنا يغير القلوب، فتلاقي حتى عدوك مش عارف يحاربك ومش عايز يحاربك. في اكتر من كده، ياخد قرار سياسي عسكري وما يعرفش يعمله، ملوش نفس، بيقدم رجل ويأخر رجل. ادي حال المهدي، ان الله يلقي في قلوب الناس محبته ويفضل كده يعدل بين الناس، فالرفاهة تحصل والوحدة. كل اللي احنا قاعدين نعمله ده، عايزين واحدة، عايزين ده كده، يقول لك ده شوف البلاد العربية لو اجتمعت هيبقى عندها كام مليار وكام صانع وكام زارع وكام أرض وكام إنتاج وكام، كل ده يتم ما بين طرفة عين وانتباهتها، يبدل الله من حال إلى حال. ما يجيناش بقى شوية ناس يطلعوا علشان مش عارف يستقلوا بشوية أرض، لا، مش هتلاقي الصنف ده، كله في اتجاه واحد، في اتجاه البناء، في اتجاه القوة، في اتجاه العمران، وهكذا. وهذا يغيظ أعداء الله، فستكون حروب ينتصر فيها المهدي حربا بعد أخرى. لما يجي سيدنا عيسى ينزل، هتبقى المسائل في نهايات عصر المهدي، ويبقى المسيح الدجال خرج، وسيدنا عيسى هو الموكل بقتل الدجال. الدجال هيجيب واحد يقول له تعالى، هو انت مش مؤمن بيا؟ قالوا لا مش مؤمن بيك، فيقتله امام الناس، يشيل راسه كده قدام الناس، ثم يعيد راسه مرة تانية فيحيى. فالناس ضعاف العقول يقول لك ده ربنا بقى، ما هو دبح وهو، وبعدين راح مركبه تاني فعمل صلح، لا محتاج طب ولا محتاج حاجة، ده يبقى ربنا، وهو بيقول أنا ربنا. فهنا يقول له هذا المؤمن، يقول له ها أمنت بقى؟ يقول له أرى أنك الدجال وأنا أبصر بك الآن مما كان. فيقول طب امسكوه بقى علشان إيه؟ نقتله بحقه حقيقي. فلا يقدر عليه. قال بعض أهل الله هذا الخضر، ده الخضر أبو العباس الخضر، ده عايش كأنه للخير في مقابلة الدجال الذي هو للشر. فينزل عيسى فيقتله، يقتل الدجال وتنتهي الفتنة. ثم يحدث بعد ذلك قضية يأجوج ومأجوج، ثم يحكم عيسى عند المسلمين أنه يحكم 40 سنة، ويتزوج ويخلف ويدفن مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يدفن في ذات نفس القبر الشريف، وتتولى يلقي الإسلام بجيرانه في الأرض، ويقعد الحكاية دي بتاع 120 سنة، والإسلام منتشر، وأمير يجي في إسر أمير، والناس مبسوطة وكل حاجة. ثم بعد ذلك يبدأ الناس في التفلت من الدين، يزهق زي ما حصل بالضبط بعد الأنبياء. ما هو بعد موسى زهقوا
وعبدوا الوثن، خمس أوثان عبدوها بني إسرائيل فاطردوا من فلسطين. بعد سيدنا عيسى زهقوا، بعد سيدنا محمد زهقوا، لا تعودوا بعدي كفارا يقتل بعضكم رقاب بعض، وهكذا. فالناس تزهق، فلما تزهق ويشتد الحال بهذا تحدث أحداثا نقولها بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد موت عيسى عليه السلام وبعد حكم المسلمين وانتشار الإسلام في الأرض، يبدأ التفلت مرة أخرى، ويبدأ الناس تمل من الديانة، ويتدهور الحال سنة بعد سنة، حتى إن أجيالا جديدة تصعد فلا يقال في الأرض الله الله. أول 120 سنة ما تنتهي من وجود عيسى اللي هو هيقعد 40، أدي 160 سنة، وكمان المهدي يقعد له 9، أدي 169 سنة، 169 سنة وقبلها شوية علامات، وهكذا يعني لسه. فهي تخرج الشمس من المغرب، خروج الشمس من المغرب، خروج الشمس من المغرب معناها أن التوبة قد أغلقت فلا توبة بعد ذلك. لما تخرج الشمس من المغرب ورفعت التوبة، يبدأ الناس في هرج ومر شديد ونسيان للديانة، ومن هنا تهدم الكعبة ويرتفع المصحف وتخرج الدابة. الدابة عبارة عن دابة كده زي اللامة كده، شكلها أهلب، شعرها كثير، وتتكلم. وفي هذا الوقت يصل العلم إلى أن الأرض يظن أهلها أنهم قادرون عليها، وأنه ما دام الشمس طلعت من المغرب يبقى هم قادرين على أنهم يخلوا الشمس تملي تطلع من المغرب. هذا الظن أنهم قادرون على الأرض هو العلامة للساعة، يعني انتظار الساعة بقى بين يوم وضحاها. الناس نسيت ربنا، حيث لا يقال في الأرض الله الله، حيث يقال الله فيقول سمعت جدي يقول هذه الكلمة، مش عارف معناها ايه. وترفع الكعبة ويرفع المصحف وتظهر الدابة وتكون الأرض مهيئة للفناء. نسأل الله السلامة وألا ندرك هذا اليوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا في العموم، لكن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة. فماذا تفعل هذه الطائفة في هذا الزمن الذي هو قريب من الساعة؟ تكلم الإمام الجويني عن هذا، أننا فقدنا الكعبة وفقدنا المصحف وفقدنا السنة وفقدنا الفقه وفقدنا المجتهدين وفقدنا نعمل إيه يعني؟ قال أنه يصلي إلى اتجاهها. طب والحج؟ الحج ما خلاص هيروح لفين؟ ده ما حدش عارف مكة فين، فما فيش حج. وتكلموا هنا عن ذهاب الحكم بذهاب المحل. شوف ازاي علشان بيمهدونا هنا دلوقتي، ذهبت الخلافة، ذهب الرق، ذهب الذهب والفضة،
فأحكامها ذهبت. فبتمهد واحدة واحدة هي. بعد كده ساعتها كمان ذهبت الكعبة أصلا وذهب المصحف وذهب كذا إلى آخره، لكن هؤلاء الطائفة لا تزال تصلي. يعني إيه؟ كأنهم يجاهدون من سلم إلى سلم، من درجة سلم إلى درجة سلم آخر حتى تقوم القيامة. ولا يحرمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النصيحة حتى في هذا الزمن الأغبر الأسود الذي لا نتمنى أن نلقاه وأن يكون بعيدا عنا وعن أحفادنا وذرياتنا، آمين يا رب العالمين. لا يحرمنا من النصيحة. فيقول إذا جاءت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني كأنه لسه بينصحنا، الحج راح ويمكن الصيام راح ويمكن الصلاة تروح ويمكن اتلخبطت الدنيا وما نش عارف الأحكام أصلا، لا بيع ولا شراء ولا زواج، القرآن راح. قال طب معلش بس اسمع مني الكلام، وفي أحدكم فسيلة فليغرسها. يغرسها ليه؟ ما خلص الساعة جاية اهي، شايفها وهي جاية من أمريكا بتكسر بيوت أمريكا كده وجاية على المغرب وجاية هتحصل مصر. أجي حفر في التربة وغارس الفسيلة لله، يبقى بيعلمني إن عملنا لازم يكون إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنه لازم نعمل حاجة لله حتى ولو قبل ساعتك بلحظة واحدة، اشتغل لغاية آخر رمق في 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 حياتك لله، مش علشان تاكل من طمرها الفسيلة اللي في إيدك دي، ما أنت مش هتحصلها ولا حد هيحصلها كمان، لا طير ولا إنسان، ولا عشان تاخد ثوابها، إنما لأن الله يحب فعل الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لأن الله يحب عمارة هذه الدنيا، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، لأن الله جعلك خليفة له فيها تعبده، ومن خلال هذه العبادة تزكي النفس وتصلح الأرض عبادة لله مش طلبا للفائدة ولا تتبعا لآثارها، بل هذا أصل أصيل عند المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركنا حتى في هذا الزمن الأعجب الذي ليس فيه كعبة وليس فيه مصحف وليس فيه كذا، وتكلم كما قلت لكم الفقهاء على أحكام تفصيلية ماذا يصنع الإنسان حينئذ. فتكلم الجويني في غياث الأمم والتياث الظلم، في غياث الأمم كتاب يتكلم فيه عما يحدث إذا فقدنا المجتهد أو إذا فقدنا الكعبة أو إذا فقدنا المصحف أو إذا فقدنا العالم أو إذا فقدنا السنة أو إذا فقدنا الفقه أو إذا فقدنا كل هذا. إذن المسلم يحب الحياة، ده بعد خراب الدنيا برضو محب للحياة، أنه حب الحياة ده في سبيل بقى في سبيل الله. هذا معنى افتقده المفسدون، فضاقت نظرتهم عن الخير إلى كرسي الحكم بس، ضاقت نظرتهم عن الغيب إلى التحكم والرئاسة فقط، وهي غير ذلك والله أعلم بما هنالك، بل أن الله سبحانه وتعالى جعلك إنسان حاضر وجعلك إنسان، ولكن كل هذا بإيه؟ بالنية. طب من غير النية خلاص ولا تنفع حاجة، فلا بد علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. وها قد
أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وانتهاء، علمنا، وضح لنا، أمرنا كيفية العبادة وكيفية الذكر والفكر وكيفية عمارة الدنيا والإصلاح بين الناس وكيفية تزكية النفس من تخلية وتحلية، علمنا ووضح لنا. فهيا بنا نسير في طريق الله، وابتداء من الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عن طريق الله. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.